احمد ربيع فبس عليه. الرجاله تسمعنا سقفه كده فين 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 هو ده يلا بينا ابو مريم. روح عاوز يزمر بص بص زي ما انتوا كده بصوا في الشاشات
الفتوى هنسمع العريس هيقول ايه. ماشي هيعرف مش هيعرف طبعا فتى بيعرف. لا 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 كسر الغرفة. أنا موافق على هذا القرار يتفضل برفع يده. بص له بقى كده بص له. حمادة بيهبش. أنا بقى هتكسر الغرفة. كده هتكسره. كده ما ينفعش. شوف أبو عيا بيعمل إزاي وأعمل إزاي. ورا 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 ورا. يلعب ويلعب. يلا بينا. ارحمنا يا رب حوش العالم مش وحوش ارحمنا يا رب حوش طب ارفع ايدك فوق يا عم صحصح لينا بعد العدينا يا عم صحصح لينا بعد العدينا يا عم يا ابو جلابيه اكل اللعب شويه يا عم يا ابو جلابيه اكل اللعب شويه عمي 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 سيبك من الخير يا عمي يا عمي يا عمي يا عمي يا عمي الدنيا زي باريس يوم عليك وكابا يوم علينا هلابا الدنيا زي بريزا يوم عليك وكابا يوم علينا هلابا وانت جاي زيارة كلمت من نتارة حيك وانت جاي زيارة كلمت من نتارة وارجع تاني ولا Yeah.
بلدنا. انا ارجع تاني واقول لك يا ابن السعد يا ابن السعد يا ابن السعد عدل الحصان. وارجع تاني ايش تعبنا احلى ليلة واحلى يوم. يلا يا ابني روح المطبخ فين اللي اسحبه يعني فين ايه يا حماده ايه معايا اه معاك اه مش كده برضه يعني. يلا ست الكل بصحيها من فضلك لو هضيع مسمار منها عيلها عيلها شوف دي بقى ابو العريس ماشي يا عيني